هنا بدأت القصة. مشوار الألف ميل يقطع أمتاره الأخيرة ضد كورونا. حملة التطعيم التي بدأت في السعودية حطت في إحدى مساراتها الجديدة في المنطقة الشرقية، تحديداً بمدينة الدمام. كان شعوري فخر وحماس واقتدار بالنفس، يعني وشعور حلو أنه الوطن يثق فيك كممارس صحي. دورنا كإدارة مكافحة عدوى في التجمع الصحي دور تنفيذي، ابتدأ من بداية اختيار الموقع إلى الآلية التي يتم فيها أخذ اللقاح وحتى خروج المواطنين. خلف تلك الجهود كوادر طبية، برز دور المرأة فيها بشكل واضح وبمختلف مساهماتها. فمنذ انتشار فيروس كورونا أثبتت السعودية تمكنها من مواجهة الجائحة وفقاً للمعايير العالمية وبشكل سباق وسريع. فعندما نتحدث عن الأطقم الطبية نتحدث عن استعداد كامل ومعرفة شاملة، استعداداً لأي طارئ. دوري إشرافي على جميع طاقم التمريض، مسؤوليتي أنه نتأكد أنه في تغطية كاملة لمدة تطعيم كاملة بجميع الشفتات. نغطي منطقة ملاحظة المطعمين من بعد فترة التطعيم. مهامي هي الإشراف على جودة الأداء وتدريب التمريض، بحيث أن كل واحدة منهم على دراية كاملة بالدور الأساسي الموكل إليها. فريق اللقاحات الذي يقابله الزائر لا يقتصر على تقديم اللقاحات، بل يأخذه في رحلة سلسة وآمنة بفريق مؤهل ومدرب على أعلى المعايير الصحية. العشرات من نخبة الكوادر والأطقم الطبية النسائية هنا في مركز لقاحات كورونا. من الدمام روان حمزة، العربية.